هنروح لأخبار تانية مهمة، أخبار أكيد بتهم كل الشعب المصري عشان نطمن على نجومنا المحترفين خارج مصر، وأكيد طبعا نبدأ بالفرعون المصري ذا ايجيبشن كينج محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لبطولة دوري الأبطال. حقق 15 هدف وبيتفوق على العديد من النجوم زي رونالدو وروبرتو كارلوس وأدريانو وعديد من النجوم اللي ما قدروش يوصلوا لرقم 15 مع فرقهم في أهداف دوري الأبطال، لكن محمد صلاح اختم اختياره ضمن أفضل 11 لاعب في الجولة الأخيرة من بطولة دوري الأبطال. يعني أكيد كلنا شفنا اللقطة المهمة جدا جدا واللي تابعناها ولفتة طيبة. يعني لو نعرف التشكيلة قدام حضراتكم نبص بس على التشكيلة اللي تم اختيارها من قبل الاتحاد الأوروبي واللي فيها محمد صلاح زي ما حضراتكم شايفين. أكيد فخر لينا كلنا إن خلاص بقى عادي دلوقتي وجود محمد صلاح يا أفضل هدف يا أفضل لاعب في الأسبوع يا من ضمن تشكيلة أفضل 11 لاعب، أحرز هدفين مع فريقه أمام فريق ريد ستار بلغراد الصربي وبالتالي يستحق إن هو يكون موجود. لكن اللي فاز بأفضل لاعب في الجولة هو إيدن جاكو لاعب روما اللي أكيد بيتألق مع فريقه فريق روما. محمد صلاح يمكن هنشوف فيديو عظيم جدا، فيديو مهم جدا، فيديو يدل على الأصالة المصرية وفعلا الواجب المصري أو الجنسية المصرية دي عندها جزء كبير جدا من الجدعنة. لكن ده بيتلخص في مشهد كان داخل ملعب أنفيلد، محمد صلاح شاف مشجعة مصرية ست جاية له من آخر الدنيا ومسكة له يافطة بتقول أنا جاي لك من آخر الدنيا، وبالتالي هي جايبة له هدية وهو جايب لها هدية، ومنظر كان أكيد مؤثر جدا، لقى التصوير من كل جماهير ليفربول واكيد صحف العالميه اتكلمت عليه. لكن هنشوف معاكم ازاي محمد صلاح قبل هديه المشجعه المصريه، هو كمان قبل ان هو ياخد هديته، ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني شفنا ازاي محمد صلاح تعامل مع الموقف، وكمان طبعا الصحف العالميه لما شافت منظر زي ده بدات تحلله وبدات تشوف محمد صلاح اخذ ايه من السيده المصريه، وبالتالي بدات ان هي تعمل زوم على الصوره فاكتشفت ان هي قدمت له علبه شوكولاته، كمان كتبوا السعر وكتبوا النوع وكتبوا كل حاجه، وبالتالي محدش بيسيب حد في حاله. لكن محمد صلاح وعلاقته قويه والعلاقه اللي احنا شفناها علاقه يعني بيبقى فيها هزار وضحك وكل حاجه، هي علاقة صلاح بلوفرين، لوفرين المدافع الكرواتي المدافع الأساسي لفريق ليفربول، أكيد لما بيكون في حدث لمحمد صلاح لازم لوفرين يكون هو اللي موجود، محمد صلاح مش بيقدر يمسك نفسه من الضحك أكيد، لما لوفرين بيكون طرف من الأطراف المتواجد فيها محمد صلاح، وبالتالي كان في بعض الجلسات التصوير الخاصة بليفربول ومحمد صلاح، وبالتالي لوفرين بيتدخل، فإيه بقى اللي حصل؟ تعالوا نشوف نرجع نكمل. One more, please. Give up the good one. He can't do it. He can't do it. One more, please. Give up the good one. He can't do it. He can't do it.